حفلة عندك بالبيت؟ التصرف بشكل طبيعي، رح أختلط بالحياة. علي، مو منشاني معك، يعني لأني قلت لك مبارح خلي علاقتنا تكون طبيعية وهيك شغلات، ما عم تساوي هيك منشاني مزبوط؟ علي الحقيقة ايه مشانك انتي، لانه انتي كتير بتحبي انه تقضي وقت مع رفقاتك وهن رفقاتي كمان، وانا لازم التقي فيهم، لازم طور حالي. ايه بقدر اعمل هالشي، ما هيك؟ تقدر تعمل اكتر من هيك، رح يكون حلو كتير، بس خلينا بالاول نروح على السوق ونجيب اغراض. حبيبي علي رح يعمل حفلة ببيته. شو قلتي، عيديها مرة تانية؟ لا ما بقدر عيدها مرة تانية. كيفك؟ منيح. شو صار لك؟ ليش هيك صوتك مو طالع؟ ما عم بسمعك بنوب. برافو، عن جد الشي اللي عم تعمليه هلأ احترافي كتير. انت مو زعلان مني؟ لا، ليش لحتى ازعل؟ يعني انت رح تزعليني لما انتقم منك المرة الجاية، ما هيك؟ واثق من حالك كتير، معناها رح تجي على حفلة علي مو هيك؟ انا؟ اروح على حفلة علي؟ ليش؟ يعني انت مو زميل علي بالمشفى؟ انا استاذ وهن مساعدين. يعني انت من الاساتذه يلي من هالنوع؟ اوف لا تصعبها، رح احكي مع بيليس كمان. يلا امشي. على الاغلب انت نسيتي انه عنا بنت صغيره كمان، لازم روح دور على مربيه جديده احسن ما اروح اقضي وقت مع مساعديني. ليش؟ لانك اذا فتي على حياتهم الخاصه ما رح تقدري تطلعي منها ابدا. فرمان، شو هالحكي؟ هنن بخافوا منك كتير، يعني ما رح تقل هيبتك قدامه. بس انت رح تقل هيبتك قدامه. انا ما بفكر بهالطريقه ابدا، اصلا الواحد شو اخذ معه؟ خلينا نحب بعض ونتفق مع بعض، في شيء اهم من هيك برايك؟ مشان الله روحي على هاي الحفله، ورح كون مستني النتيجه بفارغ الصبر. انا رح روح على الحفله فرمان، واكيد رح ابعث لك النتيجه برساله. وانا ناطر. تصبح على خير. وانت بخير. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.